مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك. من التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جو بايدن، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الامني في الشرق الاوسط ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزه، واهميه الحيلوله دون توسع دائره الصراع للمحيط الاقليمي، حيث اكد الرئيس السيسي في هذا الصدد موقف مصر بضروره التوصل لهدنه انسانيه فوريه، وذلك لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة. كما تطرق الاتصال لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، مؤكدا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديره لدور مصر الرائد في الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة. وفي بيان له أوضح البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي وضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو إلى أي دولة أخرى. كما اتفق الرئيسان على تسريع وزيادة المساعدات المتدفقة إلى غزة اعتبارا من الآن وبشكل مستمر. وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن أطلع الرئيس السيسي على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان عدم قيام أي جهات إقليمية بتوسيع نطاق الصراع في غزة، وكذلك الحدود المستمرة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين. وأكد الرئيسان التزامهما بالعمل معا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني تناول التصعيد العسكري في غزة. وأوضحت وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات حول ضرورة تغليب مسار التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين وضمان توفير النفاذ الآمن والمستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة. أفادت مصادر مصرية رفيعة المستوى باستمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. وأوضحت المصادر أن 60 شاحنات مساعدات مختلفة دخلت إلى القطاع اليوم، مشيرة إلى أنه تم إدخال 48 شاحنة من المساعدات المتنوعة أمس الأحد. وشددت المصادر على مواصلة مصر جهودها لضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة، مما ألحق أضرارا بالغا بها، وأصيب المرضى والطواقم الطبية موجودون بالمستشفى التي تعد الوحيدة لعلاج مرضى السرطان بالقطاع، وذلك أصيبوا بحالة من الهلع جراء تحطيم أجزاء من المستشفى. أعلن مسؤولون أمريكيون أن قوة الرد السريعة التابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط. ونقلت قناة CNN الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الوحدة الاستكشافية 26 مشاة البحرية على متن السفينة الهجومية البرمائية USS باتان بدأت في شق طريقها باتجاه شرق البحر المتوسط، مشيرة إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث تحث الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة لبنان.
ختام موجز التاسعة فاصل، ونعود لحضراتكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.